الثانوي تتشبث بمطالبها وفي مقدمتها إقالة وزير التربية. بريطانيا تحظر حمل أجهزة إلكترونية خلال الرحلات القادمة من 6 دول بينها تونس. وهيومن رايتس واتش تكشف عن مقبرة جماعية في الموصل وتتهم تنظيم الدولة بارتكاب مجزرة. أعلنت نقابة التعليم الثانوي باتفاق مع رئاسة الحكومة على تعريق إضراب أساتذة التعليم الثانوي المقرر يوم الاثنين القادم، وقد أوضحت الهيئة الإدارية أنها متشبثة بمطالبها ومن أهمها إقالة الوزير، وشددت على أن قرار التعليق سيبقى ساريا إلى حين اجتماعها مجددا يوم 15 أفريل القادم، وذلك لاتخاذ الإجراءات التصعيدية الممكنة في حال عدم الاستجابة لمطالب المربين. وقد أعلن الأسعد اليعقوبي في إحدى وسائل الإعلام تعليق الإضراب وضرورة إقالة الوزير. تعليق الدروس والإبقاء على هذه الهيئة الإدارية مفتوحة على أن تعقد يعني يوم 15، هي هيئة إدارية ستظل مفتوحة لتتابع يعني مدى جدية رئاسة الحكومة في التفاعل لا مع مطلب النقابة العامة فقط، لأنه أصبح اليوم مطلب الاتحاد العام التونسي للشغل ومطلب كافة الهياكل في الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو إيجاد البدائل الضرورية على رأس وزارة التربية لإنهاء هذا الجدل. دائما على الصعيد الوطني ومع تواصل الأزمة في القطاع التربوي، لنا عودة على أهم التفاصيل في هذا التقرير للزميلة روضة حمدي. في بداية شهر مارس الجاري نفذ أساتذة التعليم الثانوي والأساسي وقفة احتجاجية بساحة القصبة في اتجاه ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. كان المتظاهرون يحتجون على ما اعتبروه تعدياً على كرامة المربي، وذلك بعد تصريحات أطلقها وزير التربية ناجي جلول ووصفها بالمهينة. تعالت أصوات المحتجين وتنوعت شعاراتهم مطالبة بإقالة الوزير من منصبه وإيجاد البدائل على رأس وزارة التربية والتعليم. وعلى الرغم من محاولة التهدئة واعتذاره مرات عدة، إلا أن اتخذت نسقا تصاعدية فتحت فيها كل الملفات العالقة، سواء ما تعلق منها بوضع الأساتذة أو البرنامج التربوي. كل مطالب النقابات في إصلاح المنظومة التربوية مسموعة، أما أنه نضربه نقوم بيوم إضراب لإقالة الوزير هذا غير مقبول. وزير التربية من جهته أعرب أنه لن يستقيل، وشدد تمسكه ببرنامج إصلاح المنظومة التربوية التي وضعها. وبين مد وجزر يبقى مستقبل السنة الدراسية رهينة توافق لم تكتمل بعد ملامحه. والحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا المكلفة بالإعلام بوزارة التربية والتعليم زبيدة الفالح لمعرفة وجهة نظر الوزارة حول قرار النقابة بتعليق الإضراب. مرحبا بك زبيدة. أهلا بك أحمد وشكرا على الاستضافة. زبيدة، هنالك تعليق لكن النقابة متشبثة بمطالبها، ما هو توصيفكم لقرار التعليق وهل هو انفراج حقيقي أم هو تأجيل للأزمة؟ في الحقيقة أحمد نحن نأمل لحل هذا الجدل وهذه الأزمة القائمة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة التعليم الثانوي التي تواصلت لمدة طويلة وساهمت في إرباك وعرقلة مسار سير الدروس، والتي سببت توترا على والتي سببت توترا لكافة الإطار التربوي بما فيه الأولياء والتلاميذ وحتى المدرسين. أن هذه بداية انفراج الأزمة إذا في حالة إيجاد نوع من السلاسة والمرونة في التعامل مع الجانب النقابي، وإذا هناك تفاهم وتبادل بيننا وبين النقابة لإنجاح السنة الدراسية وعدم الاعتداء على حقوق التلاميذ. طيب زبيدة، يعني نفهم من كلام حضرتكم أن سير الدروس يكون بنسقه العادي وأنه لا يكون هنالك إضرابات أخرى إلا إذا خالفت النقابة الاتفاق القائم بين النقابة والوزارة. شكرا لك زبيدة.
أعلنت الحكومة البريطانية حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن رحلاتها الجوية وبررت قرارها بالدواعي الأمنية، وضمنت هذه القائمة تونس وخمس دول أخرى هي كل من مصر والأردن ولبنان والسعودية وتركيا. بمقتضى هذا القرار لن يسمح للركاب بحمل أي حاسوب محمول أو لوحي أو هاتف محمول بمقصورة الطائرة يزيد طوله عن 16 سنتيمترا وعرضه عن 9.3 سنتيمتر. ويأتي هذا الحظر بعد قرار أمريكي من ممثل شمل 10 مطارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لتفادي حدوث اعتداءات إرهابية. معنا مباشرة ليطلعنا أكثر حول هذا القرار وتأثيرات الأجهزة الإلكترونية معنا رفيق الدريدي من مكتب سلامة من ديوان الطيران. عفوا رفيق، أهلا بك. أهلا بك أحمد ومرحبا بكل المشاهدين. إذن رفيق، لماذا تم اتخاذ هذا القرار من طرف السلطات البريطانية؟ أولا نحن نؤكد يعني كديوان طيران مدني ومطارات وكمسؤول أول عن الطيران المدني في تونس نؤكد تفهمنا لهذا القرار الذي اتخذته السلطات البريطانية. وطبعا لبريطانيا الحق في حماية ترابها وحماية أمنها بالطرق التي تراها مناسبة لذلك. نحن نؤكد كذلك أنه تم إعلامنا يعني منذ أيام بأنه سيتم اتخاذ هذا القرار بناء على تقارير استخباراتية للمخابرات البريطانية، والتي ربما يعني تحتمل عملية اعتداء وشيكة يعني ستكون ربما في بريطانيا. نؤكد أنه تم إعلامنا بهذا القرار. يعني إعلامنا من طرف السلطات البريطانية جاء على أساس أنه هناك تهديدات إرهابية لبريطانيا من تونس أو من غير لا يعني هو هناك يعني كما كنت تقول يعني تونس ودول أخرى كذلك. يعني تونس ليست وحدة هي المقصودة بهذا القرار. يعني أن الخطر يعني يأتي بصورة حصرية من تونس، لا، هناك دول أخرى كذلك عربية وهناك كذلك تركيا تم كذلك حظر هذه الأجهزة. ونحن يعني نعرف أن هذه الأجهزة يمكن يعني أن يتم، وهذا يعني حدث حتى في أماكن أخرى من العالم، في تهريب مثلا يعني المخدرات أو مواد أخرى ممنوعة، يعني يتم يعني نزع كل، عندما نقول باللغة الفرنسية لو سيركوي إلكترونيك، يعني الكارت مير مثلا متاع الحاسوب يتم يعني قلعها بالكامل من الحاسوب وحشو الحاسوب بمواد يعني مخدرة مثلا وممنوعات. يعني يمكن بريطانيا فكرت على أنه يمكن يعني بالنسبة للوحات الرقمية للتابلات أو بالنسبة للحواسيب أن يمكن أن تكون يعني تحوي بعض المواد المتفجرة وتتسبب يعني في عملية. هذا هو التفسير المنطقي لهذا القرار، وهذا ما لدينا يمكن أن نقوله في هذا الموضوع. شكرا لك رفيق على كل هذه الإيضاحات، على أمل أن نلقاك في مناسبة أخرى. إلى اللقاء رفيق. شكرا. إذن وينضم إلينا مباشرة من لندن سامي الحكيري مختص في السلامة الجوية. أهلا بك سامي. مرحبا أحمد وشكرا على هذه الاستضافة. كيف يمكن لهذا القرار أن يجعل من الرحلات القادمة إلى بريطانيا أكثر سلامة؟ شكرا على هذا السؤال، وبالمناسبة هذه فرصة لتوضيح هذا القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا لكل المشاهدين وإلى الرأي العام عموما. أولا مثل هذا القرار مما لا شك فيه سيكون له وقع إيجابي على تأمين الرحلات القادمة من عديد البلدان منها العربية بطبيعة الحال وتركيا وإلى غير ذلك. كما نعرف يعني أن هذه البطاريات والأجهزة اللوحية المحمولة تكون فيها نوع من البطاريات، في هذه البطاريات توجد مواد قابلة للاشتعال قابلة للانفجار، وأيضا يمكن أن تتسبب في حرائق لا قدر الله داخل طائرات تركيا. سامي سؤالي لك، لماذا الآن بعد هذا القرار الأمريكي بالحظر الإلكترونيات على 6 دول عربية؟ كما نعرف تنامت الهجمات الإرهابية مؤخرا التي تستهدف عديدا من الدول الغربية
الشعبية يمكن هذا الوقت تم اتخاذ القرار فيه بسبب محاولة إيقاف مثل هذه الهجمات خصوصا لتطور الإرهابيين. كيف ذلك؟ الإرهابيون أصبحوا يستعملون عديد الوسائل التي ربما لا تستطيع أن تفطن بها أجهزة الشرطة في المطارات، بالتالي سيكون عليهم سهلا أن يقوموا بتفجير طائرات أو القيام بنوع من التخريب. شكرا لك سامي، وعودة إلى نشرتنا. من قال أن الإنسان لا يتحدث مع الحيوان؟ بعد الفاصل قصة محمد صديق الحمامة. مرحبا بكم مجددا. كشفت منظمة Human Rights Watch عن مقبرة جماعية تعرف بالخفسة، وذلك جنوب غرب الموصل في العراق. واتهمت المنظمة في تقرير أصدرته تنظيم الدولة الإسلامية بإعدام الآلاف ودفنهم فيها. المنظمة نقدت شهادات بعض سكان المنطقة ومعاناتهم من هذه المأساة. تقرير رفيق الدريدي ورحمة السياري. مقبرة جماعية لا تستبعد Human Rights Watch أن تكون الأكبر من التي تم اكتشافها حتى الآن في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش. حفرة الموت كما لقبت تقع في الخفسة جنوب غرب مدينة الموصل في العراق، وقدرت بعض المصادر الإعلامية عدد الجثث الموجودة بها ب 25,000 أعدموا بين أجواء 2014-2015. يوميا من وراء 10 بالليل يجيبون نسمع الطق، احنا بجري وصياح يقتلون به الدواعش، الناس الشرطة المنتسبين السجناء. دفننا البيار، عفنا البيار، ما نسحب مي منه، بير كله دم من الخفسة. شنا احنا بالبيوت الريحة تجينا الى بعد ثلاثة لو اربعة كيلو الريحة كانت تصلنا. وشددت Human Rights Watch على اعطاء السلطات العراقية الاولوية لتحديد بؤرة الموت وتسييجها بهدف حماية السكان المحليين حتى تزال الألغام من الموقع. هذه المنطقة يجب أن تكون محمية. هذا موقع مقبرة جماعية يجب على السلطات إزالته. عليهم اتخاذ خطوات لإزالة الألغام من المنطقة، ثم البدء في إجراءات استخراج الجثث وتسليمها إلى عائلاتها. وأكد تقرير المنظمة أن الخفسة هي واحدة من عشرات مقابر داعش الجماعية التي عثر عليها بين العراق وسوريا، مشيرة أنه يمكن أن يكون من بين الذين دفنوا فيها السجناء 600 الذين أعدمهم التنظيم في سجن بدوش قرب الموصل. وينضم إلينا مباشرة من الخفسة في محيط المقبرة الجماعية مراسلنا رامي الحكيري مع ضيفته لما الفقيه الباحثة العراقية والعضوة في Human Rights Watch. الكلمة لك رامي. نعم أحمد، إلى حد اللحظة لم تستجب القوات العراقية لمطالب سكان الموصل والمنظمات الدولية الحقوقية بعملية نزع الألغام والانطلاق في نقل الجثث التي قدرت بالآلاف. وهنا معي الباحثة العراقية وعضوة منظمة Human Rights Watch لما الفقيه لمدنا بمزيد المستجدات حول عملية تحسين المنطقة في العراق. أهلا بك. في الواقع إلى حد الآن لا يوجد أي تجاوب من السلطات العراقية في هذا الخصوص. الأهالي هنا ما زالوا يعانون وينتظرون بفارغ الصبر متى سيتم تخليصهم من هذه المعاناة، خاصة مخاطر الألغام التي يعانون منها ومن جهة، ومن جهة أخرى رائحة الجثث التي تملأ المكان. لذلك نحن نشدد على نعم شكرا سيدة لما، لكن مع تأزم الوضع هنا في الخفسة يبدو أنه هناك استباعات على الحالة الصحية للسكان. نعم بالطبع رامي، هناك العديد من الحالات الخطيرة التي سجلتها منظمتنا، وهي للأسف في تزايد يوما بعد يوم. لذلك نحن في تنسيق مستمر مع الإطارات الطبية لإغاثة هؤلاء السكان، وسيتحسن الوضع كما نأمل عن قريب. نعم شكرا لك يا سيدة لما، أعود إليك أحمد بالكلمة. أكيد أن سنكون في متابعة في صورة حدوث مستجدات.
تقرير التالي: مشاهد صادمة للسكان العاجزين عن دفن موتاهم، فكان الحل حملهم معهم في رحلة نزوح غير مأمونة. التفاصيل مع بشير الزرعي. مروان الذي يبكيه والده، واحد من نحو 23 مدنيا لقوا حتفهم بقصف لمقاتلات التحالف المساند للقوات العراقية ضد تنظيم الدولة، قصف يصفه السكان بالعشوائي. قصف عشوائي على المدنيين. شنو ذنب هاي؟ أطفال نساوين بعد جول القذف كناس. جول القذف. ضربتهم الطيارة. هاي من وادي حجر هجرونا ودفعونا على المحطة. من وادي حجر غربي الموصل يفر هؤلاء نحو مكان آمن في رحلة حملوا فيها بالإضافة إلى ما تيسر من أمتعة الحياة جثث الموتى من أقاربهم. مشهد لخص حال أرض باتت تلفظ الأحياء والأموات في معادلة لا يعرفها سوى من اكتوى بنار الحرب. والله منطقة الحرب هذه مأساة جدا جدا جدا، ما تقدر تمشي عشان ترى. هنا تنتظرهم الشرطة الفيدرالية لنقلهم إلى مخيمات النازحين الذين تقدرهم السلطات بنحو 100,000 من غربي الموصل، بينهم 40,000 نزحوا خلال 10 أيام وفقا لتصريح رئيس الحكومة حيدر العبادي. العبادي كان تعهد للمفارقة بتأمين سلامة المدنيين قبل بدء المعارك في فبراير الماضي. قتل 33 مدنيا وجرح آخرون في قصف نفذه طيران التحالف الدولي على مركز لإيواء النازحين جنوب المنصورة قرب مدينة الرقة. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المركز كان يحتضن أكثر من 50 عائلة من النازحين من مناطق سورية أخرى. وكانت هذه الغارة واحدة من أصل 18 غارة أخرى نفذتها في نفس اليوم. وأكد نفس المصدر أن قوات الطوارئ لا تزال في طور سحب الجثث من تحت الركام، فيما أشار إلى نجاة شخصين اثنين لحد الآن. ونعرض عليكم الآن هذه الأرقام التي تلخص لنا ما خلفه قصف طيران التحالف على المدنيين في الرقة ومدن مجاورة لها خلال الأشهر الماضية. مضى منذ الهجوم الإرهابي الذي ضرب العاصمة البلجيكية بروكسل، ولا تزال عائلات الضحايا تنتظر ما ستفضي إليه التحقيقات. لم تجف الدموع رغم مرور سنة من هجمات بروكسل الإرهابية، وفي الذكرى الأولى لهذا الحادث لا يبدو بأن متاعب ذوي القتلى توقفت عند خسارتهم لمن يحبون، فقد أكدوا أنهم لم يتحصلوا على تعويضات ولم يصدر أي حكم نهائي ضد المتهمين في التخطيط والتنفيذ. في كل مرة كنا نشعر وكأنه كان علينا أن نركع لنحصل على أقل مستوى ممكن من التعويض من أجل الاستمرار في الحياة بشكل طبيعي. أما الجرحى فتبدو معاناتهم أكبر، خاصة في ظل تعويضات مادية وصفوها بغير الكافية وعلاج لا يرقى لتغطية الضرر الناتج عن العملية. اضطررت لبيع سيارتي كما باع زوجي سيارته ودراجته النارية والهوائية، وقد أخبرت رئيس الحكومة أنني أجبرت على بيع دراجتي الهوائية حتى أشتري كيسا من الأرز. اعتداءات دموية تطلب تنفيذها بضع دقائق، أما علاجها قد يستدعي سنوات عدة. منذ 3,000 سنة وأكثر والمصريون أول الشعوب استئناسا للحمام، فلا غرابة إذن من أن يتواصل محمد شاب مصري مع هذا الطائر. التفاصيل في هذا التقرير لمريم الشايب. للحكمة والفهم والسلام. ومن القاهرة من منزل الخالي تحديدا قصة حب انطلقت منذ الطفولة مع محمد مواطن مصري. أنا من حب في الحمام من صغري،
فخلاني لازم أن يكون عندي غاية. أنا كنت بطلع عند خالي، غاية خالي غيتي، بس لازم أن تبقى حاجة أنت مالكها عشان تقدر تديلها كل ما في وسعك من حبك ليها. الغية هو مسكن الحمام بالمدن، والبرج هو مأواه بالأرياف، وأيا كان المكان فهو قادر على التأقلم، وهو قادر أيضا على التواصل بلغة لا يفهم رموزها غيره وصاحبه. الفرة والعلم دول يعني زي ما تقول إيه، حاجة لغة بينك وبين الحمام. في حمام أنت ما بتعودوش أن أنت تحط له شوارة، وفي حمام ما بتعودوش أنك تصفه، فلما اي في اي مكان غريب يجي الغاوي يصفر عليه فرد الحمام يهرب منه، يقول ده مش مكاني. فالشوارة دي انا لما بحطها ليه؟ عشان الحمام يشوفها يخاف يركب العالي ويمشي. لما بشيل الشوارة يعرف ان انا محتاج له، عاوزه يجي هنا، يجي جنب غيته، ما يبعدش بعيد. فالقصة هي قصة موطن جمع الاثنين، محمد بذكرياته بحبه وقدرته على العطاء، والحمام بإخلاصه وذكائه. مشاهدينا، وردنا الآن خبر عاجل في منطقة ويستمنستر البريطانية. هجوم استهدف البرلمان البريطاني أثناء انعقاد جلسة لمجلس العموم هناك. مراسلتنا إلى بريطانيا ثريا الشعبوني تنضم إلينا الآن. ثريا، ماذا وقع تحديدا؟ مرحبا أحمد. إذن حالة من الذعر تسيطر حاليا على منطقة ويستمنستر البريطانية. أحمد، نحن الآن على طريق الرئيسي لهذه المنطقة التي تم إغلاقها بالكامل. إذن كما تشاهدون وتسمعون الآن صوت سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة وحتى طائرات الهليكوبتر التي جاءت لتطوق المكان ولتحمل معها المصابين بعد هذا الهجوم. أحمد، حسب ما جاء على لسان المشاهدين الذين كانوا على عين المكان، فإن شخصا كان يقل سيارة من نوع هيونداي كاتفاكات قد دهس بها عددا من المشاة على جسر ويستمنستر ليصطدم بعدها بحاجز للشرطة قرب مقر البرلمان البريطاني، عندما كان أعضاء البرلمان يعدون لجلسة عامة بإشراف رئيسة الوزراء تيريزا ماي. إذن أحمد، حسب المستجدات التي وصلتنا إلى حد هذه الساعة، فإن المصابين قد بلغ عددهم إلى حد هذه الساعة 20 مصابا، كما قتل اثنان آخران في هذه الحادثة بعد أن دهستهما سيارة المهاجم. طبعا أحمد، سنوفيكم بأكثر تفاصيل حول هذا الحادث الأليم الذي جد في منطقة ويستمنستر البريطانية فور وصول معلومات جديدة. شكرا لك ثريا على كل هذه التفاصيل، سنعود إليك في مواجيز قادمة. وصلنا بذلك إلى نهاية هذه المحطة الإخبارية، ونذكركم بعناوينها. نقابة التعليم الثانوي تعلق إضراب الأساتذة وتتثبت بمطالبها بما فيه إقالة وزير التربية. بريطانيا تحظر حمل أجهزة إلكترونية خلال الرحلات القادمة إليها من 6 دول بينها تونس. هيومن رايتس واتش تكشف عن مقبرة جماعية في الموصل وتتهم تنظيم الدولة بارتكاب مجزرة. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة والاهتمام، ونلقاكم في نشرة قادمة.